مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. برحب بحضراتكم. لا للتعصب، نعم للروح الرياضية، دي مبادرة وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي لنبذ التعصب الكروي بين الجماهير المصرية والتحلي بأخلاق المحبة والسلام والروح الرياضية، خصوصا وإحنا داخلين على فترة مهمة ونهائي أفريقيا اللي هيحظى باهتمام عالمي. وزي ما أثبتنا أن الكرة المصرية قوية جدا، لازم نثبت قد إيه إحنا بنتخلى بالأخلاق الرياضية والروح الرياضية طبعا المطلوبة. طبعا هيكون في اهتمام عالمي بمباراة زي دي، زي بالضبط ما كان في ردود أفعال واسعة جدا من العالم كله على بوكا جونيورز وريفل بليت في نهائي كاس ليبرتادوريس. هيكون في طبعا اهتمام كبير جدا على مباراة نهائي افريقيا، ولازم نظهر بالشكل المطلوب.